وهلأ صار وقت مكتشف المشاعر القوية. اليوم سلحوف حاسة بشعور الغيرة. مرحبا معزوزة بمسرحيتنا عن الحيوانات. شوفي بعيونك كيف بس ما رح تتحول ل قطة. مياو مياو. شكرا. وهلا معزوزة شوفي كيف جاد رح يصير نحلة. أنا نحلة وأنا عم طير. جاد شو رأيك تجرب إشي زي هيك؟ يا ريتني لو كنت شاطر مثل بسمة النحلة. شايفة؟ وهلا عم تقلدي جوجو كتير منيح. بس هذا ما كان صوتي، هذا كان منبه المشاعر القوية. جوجو عم تقول إنه في حدا من أصدقائنا حاسس بشعور قوي. عندك مشاعر قوية تقدر تحكي معي ومعي راح نكون جنبك لنشوف شو بتحتاج لأن المشاعر القوية بتصير مع الكل هذا شي طبيعي كتير. هاي سلحوف ومبين عم تحس بشعور قوي كتير. سلحوف عم تهز كتافها هيك وزعلانة مثل هيك. أنا كمان بدي أعمل هيك. شو بدك تعمل؟ ما بعرف، خلينا نروح ونكتشف. يلا يلا يلا. مشاعر القوية بتصير مع الكل هذا شي طبيعي كتير. مرحبا سلحوف. مرحبا قرقور. أهلين بسمة، أهلين جاد، وأهلين كمان لجوجو. شوفوا شو صاحبكم اللطيف بيقدر يساوي. حركاتك كتير حلوة قرقور. عن جد رائع كيف عملتها. بجنن. شكرا لكم. وهلأ دورك. سلحوف انت منيحة؟ انا منيحة بس ما بدي العب كمان. سلحوف واضح انك حاسة بشعور قوي كتير. بدي اتحرك والعب مثل قرقور بس ما بقدر. جوجو عم تقول انه لما نتمنى لو نقدر نعمل اشي حدا غيرنا بيعمله او نتمنى يكون عنا شي موجود عند حدا تاني هذا اسمه غيرة. سلحوف انت اكيد حاسس بالضبط مثل ما حسيت انا قبل شوي. كنت غيران من بسمة كتير. صح هذا هو احساسي، حاسة بالغيرة من قرقور وهو كتير شاطر بهاي اللعبة وانا لا. جوجو معها حق، كلنا حسينا بالغيرة من حدا من رفقاتنا. يمكن بتقدري تعبري بالرسم. فكرة ممتازة بسمة، كتير بيساعد لما نحاول نرسم المشاعر اللي حاسين فيها. نحاول مع بعض؟ خلينا نجرب. هلأ لازم أرسم شو حاسة. بالنسبة إلي الغيرة يمكن يكون لونها أخضر وكبيرة وكتير فيها مثلثات ودوائر. وهلأ كيف حاسة حالك؟ أحسن بشوي. حاسة حالي مو كتير متضايقة مثل قبل وما ضل عندي غيرة من حركات قرقور الحلوة. ممتاز سلحوف. مو لازم تلعبي مثل ما أنا بلعب، العبي بطريقتك. قرقور معه حق، أنت كيف بتحبي تنطي؟ طيب أنا بحب أنط هيك، شوفوني. يا سلام حركاتك رائعة سلحوف. بس ما جاد جوجو يلا العبوا معنا. جاد حاسس حالك أحسن؟ أحسن بكتير، وأهم شي إني ما عاد حاسس بالغيرة. كل واحد عنده طريقته ليتعامل مع الأشياء. خلونا نلعب بالحجلة. أنا رح أنط وأنا بسمة النحلة. ويز ويز ويز. أنا رح أنط وأنا جاد. مشاعر القوية بتصير مع الكل هذا شي طبيعي كتير.